اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا واستقبل ضيفي الكبير كابتن مصر النادي الاهلي كابتن حمدي مروادي. ان شاء الله في الفقره القادمه نستقبل ضيفنا الكابتن عصام عبد المنعم. مساء الخير كابتن حمدي ومنورني وحشني. مساء الخير عليك، ومتشكر جدا على المقدمه الجميله اللي رجعتنا لسنين جميله ورا. يعني كابتن حمدي، الهدف اللي جبته في الترسانة ده هدف جامد جدا، يعني الكره شوطه حلوه جدا والناس متعوده عليك في الجانب الايمن، ولكن انت حضرتك كنت ما شاء الله بتلعب يمين بتلعب شمال بتلعب في كل حته. يعني الحمد لله من فضل ربنا، دي كانت اول مباراه ليا، كان ماتش ترسانه، ويمكن كان الكابتن جوهر الله يرحمه كان مدير فني، كابتن زيزو كان مدير كوره. يمكن في المباراه دي برضو جت لقطه على الكابتن زيزو والكابتن جوهري كانوا بيضحكوا لما جبت الجول. هل كانت مخاطره من كابتن جوهري ان هو يدفع بيك وفي ماتش تقيل ترسانه في هذا الوقت كان من الفرق القويه جدا في مصر؟ لا، كابتن جوهري كان بيعرف التوقيت المناسب لاي لاعب ناشئ، انه يقدر يديله ويحمله المسؤوليه. كابتن جوهري عمره ما لاعب حد مننا في مباراه الا لما كان جاهز 100%، والوقت اللي بيلعب فيه ما بيسيبش المكان بتاعه، بيبقى اساسي بعدها على طول. طب اصعب المواقف اللي كانت يعني واجهت حضرتك بدايه ونازل مع كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مجدي عبد الغني ونجوم يعني وكابتن علاء ميوب، في كل حته في حلول، يعني اكيد الدخله وبدايه حضرتك مع هذه الكوكبه كانتش سهله. لا والله، احنا النادي الاهلي مختلف عن انديه كتير او عن معظم الانديه. النقطه دي بالذات يمكن انت بتحس انك انت لاعب ليك قيمه وليك اسلوب وليك مكانتك ومؤثر في الفرقه، فما بتحسش ابدا ان انت بتبقى حمل تقيل او انك صغير. لا بالعكس، الكباتن الكبار كان وقتها الكابتن الخطيب كابتن مصطفى عبده بيحسسوك ان انت بنفس القيمه بتاعتهم، فالثقه دي طبعا بتخليك في الملعب بتأدي وبتبقى لعيب مؤثر. فيعني الحته دي مش موجوده في النادي الاهلي خالص، مش موجوده في النادي الاهلي، لكن بتبقى بشكل طبيعي جدا، خاصه ان وجود حضرتك في التدريب ويعني اجتهادك وتألقك هو اللي بيدي الدفعه لاي مدير فني ان هو يتم الدفع بيه. كابتن حمدي، اكيد على مشوار تاريخك مع النادي الاهلي، البعض الان بيصدر للاعلام ان النادي الاهلي فيه ازمه وان في مشاكل وفي تذبذب في المستوى بشكل كبير، والاعلام في بعض الامور بيضخم يعني الامر على الرغم من ان ممكن يكون اقل من هذا. اكيد في مستوى او في مشوار حضرتك مع النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي مر بنفس الامور، ازاي كنتوا تقدروا تتغلبوا عليه؟ هو بص، فيه يعني نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي دايما حدث في جميع الاوقات، في 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 اي حد يعني عايز يبقى موجود في الصوره لازم يتكلم على النادي الاهلي، سواء النادي الاهلي في دروب او ماشي في الطريق السليم بتاعه. الموقف اللي الناس بتتكلم دلوقتي عليه وفي تداول عليه في الاعلام وفي الراديو وفي الصحافه ان مستوى الاهلي ومشاكل الاهلي ما فيهوش مشاكل الحمد لله، وعمره ما كان فيه مشاكل، ولما بيبقى فيه مشاكل المشاكل بتبقى في الدرج جوه وبتتحل جوه ما بتطلعش بره. انما طبعا كثره مواقع التواصل الاجتماعي والصحافه الرياضيه بالذات بقت كتيره دلوقتي، والاعلام الرياضي بقى تداول المعلومه بتتنقل، بتبقى صغيره وبتتنقل من هنا لهنا لهنا، فالموضوع بيكبر. النادي الاهلي الوضع اللي هو فيه دلوقتي ده وضع طبيعي جدا. ليه يا كابتن؟ هقول لحضرتك ليه؟ لان على مدى سنين طويله النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي كله بجماهير النادي الاهلي مفيش فترات راحه كافيه. يعني تلاحم المواسم وتلاحم البطولات، والنادي الاهلي بيلعب على بطوله، ما بيلعبش على تواجد، هو مش متواجد في دوري من 18 نادي اللي موجود، لا بيلعب على بطوله، سواء بطوله محليه او بطوله قاريه، زائد البطوله العالميه اللي هي بطوله العالم للانديه، فدي كانت هدف موجود للنادي الاهلي. تلاحم الموسم ده المواسم طبعا مفيش شك في تاثير في الاصابات كتير، خاصه ان يعني الثقافه اللي موجوده عندنا دلوقتي ان برضو ان اللعيب ما بيحاولش يريح نفسه او يجهز نفسه
المهمة الشقة اللي موجودة فيها اللي موجود فيها أو هيقابلها. وأنا بعذر يعني اللعيبة فيها زائد متطلبات الجماهير على مستوى اللاعب عايزه يبقى ثابت على طول. دي نقطة مهمة جدا يا كابتن حمدي، وعايز أسأل حضرتك، جمهور النادي الأهلي أو الجمهور بشكل عام، بس جمهور النادي الأهلي مختلف في الشكل، بيبقى طالب من كل لعيب مستواه ما ينزلش عن 8 من 10. مظبوط. وممكن اللعيب في بداية الماتش ما بيبقاش مثلا فايق أو يبتدي يفوق أو يبتدي فايق وممكن يحصل تذبذب. إزاي جمهور النادي الأهلي يقيم اللاعب؟ هو جمهور النادي الأهلي الغريزة اللي جواه عايز النادي الأهلي فوق دايما، في القمة دايما، سواء الاسم النادي أو سواء مستوى اللاعب. مستوى اللاعب ساعات حتى يعني برضه معظم اللعيبة أو اللاعبين بيجي يدوس على نفسه، بيبقى في حالة إرهاق وفي حالة إصابة وفي حالة إجهاد، ومحتاج لازم اللعيب لازم محتاج راحة، فترات الراحة يعني فترات الراحة السنوية بين الموسم والموسم دي من أهم الفترات اللي موجودة. يعني الدورات الأوروبية أو الخليجية مفيش اللي موجود في مصر في فترة الراحة بياخدها، فدايما إن اللعيب بيمشي مفيش بيمشي على خط مستقيم، يعني خط بياني مستقيم. هنا طبعا الـ عدم انتظام الجدول والمباريات الكتير والبطولات الكتير برضو ما بتبقاش عذر لمشجع النادي الاهلي، لانه عايز دايما الكمال. طب كابتن حمدي، في الاونه الاخيره كلام للجهاز الفني، ليه ما بيلعبش اللعيب الفلاني؟ اللعيب الفلاني ليه ما بيشاركش؟ ولما اللعيب الفلاني يشارك وياخد فرص، طب انت لعبته ليه؟ لا ده هو مش جاهز، ده التاني اللي كان بيلعب مكانه كان احسن. طب هل يعني هذا الجو من الانتقادات هل بيريح الجهاز الفني؟ لا طبعا ما بيريحش الجهاز الفني. طب هل الجهاز الفني الافضل جوه الملعب؟ لا انا يعني الراي بتاعي ان الجهاز الفني يلتزم بفكره وبالافضل ليه، هي دي. انما برضه بيبقى فيه داخليات حاجات اسرار لنا ولا انت نقدر نعرفها، يعني احنا قريبين من النادي، فما بالك المشجع العادي اللي بيتفرج على النادي بس ما يعرفش. في حاجات ما نقدرش نتكلم فيها وما نقدرش ايه نجتهد فيها، ان الاول في الاول وفي الاخر المدير الفني هو بيبقى ليه رؤيه وبيبقى ليه حسبه مختلفه عن الناس كلها. فاللي هو شايفه طبعا هو ادرى فرقته. احنا ليه بما يعني وضع طبيعي ان احنا بنتكلم بنقول ليه اللاعب دوت وليه ما لعبش دوت ومفروض ده يلعب، انما برضه هي بترجع في الاول وفي الاخر هو شايف ايه. بس انا رايي الشخصي ان المدير الفني، اي مدير فني، مش الكابتن حسام البدري، بتكلم عن النادي، اي مدير فني هو اللي في دماغه وفكره وطريقته لا ما يحيدش عنها، مهما كان في اعلام، مهما كان في ضغوطات خارجيه، يعني مش من الراي اللي هو ايه يتماشى مع الراي. طيب قعدت النهارده لجنه الكوره مع كابتن حسام البدري بقياده كابتن محمود خطيب، كابتن علي عز عبد الشافي، كابتن علاء ابو صادق، واكيد القعده بيبقى او هذا الاجتماع بيبقى له نسق خاص او طابع خاص. لما يتدخل لجنه الكره وتقعد مع المدير الفني بيبقى ايه اهم معالم هذا الاجتماع يا كابتن حمدي؟ بص انا ما بقى ما يعني ما بسمهاش تدخل، اصل معنى تدخل ممكن يبقى فيه الناس تاخد الكلمه وتحط عليها حاجات تانية. تدخل ان انا بخش في اختصاصاتك، انما هي لجنه الكوره طبعا من فتره طويله ما كانش فيه لجنه كوره. نعم. يعني الكابتن من ايام الكابتن انور سلامه. نعم. من الموسم اللي فات فيش لجنه كوره، فلجنه الكوره دي رابط مهم جدا جدا جدا، ده رايي الشخصي، في مساعده المدير الفني ومساعده الجهاز الفني للفريق لتوفير ما هو يتراءى لي للحفاظ على المستوى، الحفاظ على البطولات، للمنافسه على البطولات. القاعده طبعا اكيد هيبقى فيها تطرق لاحتياجات الفريق الفتره اللي جايه. مش هيبقى في مثلا يا فندم سؤال عن
لماذا المستوى متذبذب؟ اكيد اكيد الاسباب ايه. وبرضه يعني الكابتن خطيب مش بعيد عن النادي الاهلي، اكيد كابتن زيزو مش بعيد عن النادي الاهلي، الكابتن علاء افصادي مش بعيد عن النادي الاهلي، فهم عارفين انما دايما الميزه اللي بتبقى موجوده في النادي الاهلي ان في الفكر بيتلاقى، مفيش صدمات، مفيش تحكمات، مفيش اي حاجه من دي، لان المصلحه كلها كيفيه ظهور الفريق الاول للنادي الاهلي بالمظهر اللي الجماهير بتطلبه، زائد ان المرحله اللي جايه داخلين على بطوله افريقيا، بطوله الدوري، كاس مصر، في بطولات كتيره، زائد يعني ان احنا اتعادلنا ماتشين واتغلبنا ماتش، هي كره كده، مكسب وخساره. تذبذب مستوى زي ما قلت لك ان تذبذب المستوى دوت ليه اسباب كتيره واسباب تراكميه، مش انا ما بتكلمش على الموسم دوت، انا بتكلم على 5 6 سنين لاعبي النادي الاهلي 90% ما بيريحوش. اكتر حاجه ممكن يريحها اللي هي بين موسم وموسم ما كملش 4 أيام و5 أيام، وطبعا دي فتره مش كافيه، سلبيه قليله جدا جدا جدا. حتى يعني في خلال المنافسات الموسم الماتشات برضو الراحه، ما فيش راحه من التمرين، انت عندك كل 3 أيام ماتش، وبعدين موضوع ان 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 بتلعب ماتشاتك في اسكندريه، برج العرب، رايح جاي، انت يعني كل ده ارهاق الناس مش متخيلاه. وانت لما بتروح مشوار من 6 اكتوبر للتحرير واحد بيرهق متعب، فما بالك ان النادي الاهلي او اي نادي تاني، يعني برضو يعني ده كلام بيصب بالانديه تانيه. ف دي الاساس، اتفضل يا كابتن. الاساس في 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 مستوى النادي اللي الناس بتتكلم، او الجماهير مش شايفه الموضوع دوت، هي يهمها الثلاثه بونت والاداء والمستوى. فطبعا مع الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي، يعني انا بعذر اللعيبه وبعذر الكابتن حسام البدري، وقعدت النهارده في لجنه الكوره واجتماع لجنه الكوره للترتيب ان شاء الله للدور الثاني والفتره اللي جايه. هم مستوى النادي اكيد يعني على ثقه مجلس الاداره في الكابتن حسام البدري في القياده الفنيه، وده من اهم الامور. ودائما وابدا النادي الاهلي يا كابتن حمدي بيبقى يعني قراراته بهذا الشان بيبقى مدارسها جدا، ما بيبقاش متسرع فيها. مظبوط مظبوط، مفيش تسرع ومفيش قرار متسرع، لان زي ما قلت لك ان مفيش حد بعيد عن اجواء النادي الاهلي، فكل حاجه معروفه. فانا داخل اتكلم معاك احنا عارفين هنتكلم في ايه، مفيش اختلاف. طيب كابتن حمدي، في الفتره الماضيه في سوء حظ في الاصابات، يعني لما يكون عندي 4 مساكين واتصبت 8، وده لا يحدث كثيرا. فالنادي الاهلي اجبر في لقاء وادي دجله والتليفونات بني سويف في كاس مصر على اللعب باثنين قلبي دفاع هم اصلا مش قلبي دفاع. هل دي من اهم مشاكل اللي بتقابل كابتن حسام بدري هذا الموسم؟ لا انا يعني مش شايفها مشكله بالنسبه لي انا، يعني مش مشكله، لان انا نادي اهلي. نعم. انا نادي اهلي عندي بديل واثنين وثلاثه واربعه، ممكن حتى اي مكان في اي في 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 الملعب يقدر يلعب في اي حته، لان انت ما بتغيرلوش حياته، انت لوضع مؤقت. هي النقطه اللي يعني الجمهور ما بيبقى خايف منها او بيتكلم عليها او الاعلام بيتكلم فيها، ان بيشككوا، وموضوع التشكيك فبيخلي الناس تتفرج بنظره التشكيك اللي قراها او سمعها. نعم. حضرتك بتقول ان الاعلام بيوصل صوره ما هي الصحيحه، فالامر بيبقى مختلط على الجمهور الحقيقي. بالظبط، هو بيتفرج بنظره التشكيك او بنظره المستوى اللي هو قراه او اتقال. طب انت حضرتك كان رايك يعني تقييمك ايه مثلا لايمن اشرف ومحمد هاني؟ ايمن اشرف بيأدي بطريقه جيده جدا جدا جدا، وبعدين هو مش اول مره، ده هو في سموحه كان معظم الاوقات
كان بيلعب في 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 البوزيشن دوت وكان بيأدي فيه على بمستوى عالي جدا. وهو دلوقتي هو موجود، ما هو بيأدي مستوى. انت انا 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 من رايي يعني انا مش شايف انه ايمن اشرف مقصر، بالعكس هو يعني اكتر واحد انا بشوفه في الماتش بيأدي واجبات البوزيشن اللي هو فيه. محمد هاني نفس الموضوع، بس انا بقول لك المشكله انك انت تتفرج بمنطق ده لعيب كوره، كل مركز في الفرقه. ايه اهم العوامل يا كابتن اللي ادت لتذبذب مستوى النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ العامل المهم تلاحم المواسم، دي يعني الاجهاد مثلا؟ ده مفيش شك، مفيش يعني شك. رقم واحد الاجهاد، رقم واحد الاجهاد هو تلاحم المواسم وماتشاتك، انك انت دايما في اسكندريه برج العرب رايح جاي كل ثلاث ايام ماتش، فكل ده ارهاق. الاجهاد من التنقل كمان بالظبط. ده الاساس، دي الاساس. يعني هل اداء النادي الاهلي سواء امام وادي دجله سواء امام طنطا كان السبب؟ يعني حتى في لقاء ماتش المقاصه كان النادي الاهلي ادى اداء كويس جدا برغم من الخساره. مظبوط. ولكن طنطا ووادي دجله كان الاداء متفاوت الى حد كبير. يعني كان في يعني هنقول كسل، وفي تقصير من في اداء الواجبات، انما تقصير في اداء الواجبات، لان انا بقول لك كل مركز بيبقى ليه واجبات واحد واثنين وثلاثه، انا ممكن اعمل واحد واثنين وثلاثه ما اعملوش، فده بيبان، ده بيأثر على المستوى. زائد نقطة تانية برضو، يعني احنا لو جينا في المباراة النادي الاهلي بنتكلم عليها، وادي دجلة، طنطا، المقصة، احنا الاندية دي دايما اللي بيلعب قدام النادي الاهلي هو بيبقى ماتش العمر بالنسبة له، بيبقى بالنسبة له ماتش كاس. يعني هو ماتش واحد، هو دوت الوحيد اللي بيعتبر بيسوق نفسه منه بالظبط كده. فدي نقطة برضو مهمة الناس لازم تاخد بالها منها. يعني مش النادي الأهلي مش مقصر، هو مستوى الفريق اللي قدامه ارتفع في قدام النادي الأهلي، لأنه النادي الجماهير بتشوفه في الماتشات العادية الطبيعية ما بتشوفوش بالمستوى ده. ما بيخرجش. هنشوف مثلا المقص لعبت قدام الأهلي كسبت الأهلي، قدام الزمالك كسبت الزمالك. طب ما هنشوف الفرقه الثانيه عدت مع الرجاء، هي دي النقطه. زائد برضه هنرجع في الاهم، ان الاجهاد وتلاحم المواسم وعدم الراحه الكافيه للاعبي النادي الاهلي دي ليها تاثير محدش يقدر ينكره. طيب كابتن حمدي، لقاء وادي دجله، النادي الاهلي صنع العديد من الفرص، ولكن في بعض الامور فيها حاله توفيق، وفي بعض الامور اللي فيها الى حد ما تسرع. كيف يعالج النادي الاهلي هذه المشاكل؟ يعني انا هتكلم عن رايي الشخصي، يعني مش بوجه عام. يعني بوجه عام، ثبات التشكيل هو ده من اهم سمات الفريق في ثبات المستوى بتاعه. احنا دلوقتي بنتكلم في تدوير مجبر عليه الجهاز الفني، ازاي اقدر اطبق ثبات تشكيل؟ ما انا هي دي النقطه بقى، انا بقول لك ايه الاجهاد، حاله الاجهاد اللي موجوده وتلاحم المواسم هي لجأت للتدوير. نعم. فهي دي هي يعني البديل بتاعتها، انما الاساس الصح ان انا لو انا في الراحه المطلوبه لكل الفريق مش هلجأ لموضوع التدوير ده. نعم. التدوير دوت انا ممكن استخدمه في 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 توقيتات وانا يعني ايه، يا خرجت بره المنافسه يا اما حسمت المنافسه. نعم. الجأ للتدوير، انما انا في حاله دلوقتي منافسه ومنافسه اوليه، فحته التدوير او يعني لكل عدم ثبات التشكيل دي مشكلة. هي دي يعني، ده انا بتكلم على رأيي الشخصي، مش يعني مش موجه كلام لأي حد يعني. طيب كابتن حمدي، في بعض الأمور بيبقى نادي الأهلي، يعني حتى لو شفنا مع الجماهير، النادي الأهلي بيخش فيه أجوان إلى حد كبير جدا فيها توفيق من الفرقة المنافسة، يعني سواء ماتش طنطا الكورة بتخبط في ظهر أيمن أشرف وتخش، وماتش وادي دجله الكوره بتخبط في ظهر حسام عاشور وتخش. يعني هل ايضا في حاله عدم توفيق حضرتك حاسسها؟
يعني عايز اقول لك حاجه برضو، ما هي هي دي كوره يعني، ما الكوره احراز الاهداف الاثاره فيها من اخطاء، فالخطا ممكن يبقى متعمد وممكن يبقى غير متعمد. يعني الكره انت بتقول الكره جت في ظهر ايمن اشرف ودخلت، ما يعني انما في حاجات بتبقى عدم توفيق، وعدم التوفيق دوت يعني ملوش علاج، لازم تسلم بيه. نعم. يعني انت بتعمل، بس اهم شيء يعني كره مثلا زي بتاعت عبد الله السعيد اللي كان قدام المرمى ويعني وحطها بشكل يعني الحارس عبد المنصف صراحه تصدى لها ببراعه، ولكن هو الى حد ما كان ممكن يحطها اسهل من كده. هل حضرتك شايف ان في تسرع الى حد ما في نهاية الهجمه من النادي الاهلي؟ لا، انا هتكلم على النقل محمد عبد المنصف. محمد عبد المنصف يمكن ساعه كابتن طارق العشري مسك ام بي، وهو محمد عبد المنصف هم جابوا لعبوا ثلاث ماتشات بتسعة بنط. محمد عبد المنصف انت حضرتك بتتكلم كابتن طارق العشري مسك وادي دجله، وادي دجله، بس هو كان ماسك ام بي من قبل. قبل كابتن ايهاب جلال. محمد عبد المنصف التسعة بنط اللي جابهم دول هو اللي جايبهم، هو يعني في تألق غير عادي. اكبر سبب ليه هو في تألق غير عادي. يعني هي انا ما بتكلمش على سوء توفيق من عبد الله السعيد، انا بتكلم على ارتفاع مستوى عبد المنصف هو السبب، انما ما انما يعني مش سوء توفيق من عبد الله السعيد. يعني ففي حاجات بقى بتبقى سوء توفيق، انت بتعمل يعني بتعمل اقصى ما عندك. نعم. والكوره ما خلاص ما فيش توفيق، دي هي دي اللي ايه يتقال عليها سوء توفيق. في حاجات تانية بيبقى تقصير، ان انا مقصر، ان انا اتاخرت، ان انا مش مركز، ان انا استهترت او استهونت، هو دوت اللي بيبقى التقصير. طب هل النادي الاهلي في اللقاءات اللي تعادل فيها سواء امام طنطا او امام وادي دجله كان في استهتار؟ بص، هو على مدى تاريخ النادي الاهلي عمرنا ما استهترنا. شوف انا بقول عمرنا مش عمرهم، لان انا بتكلم من سنين ورا النادي الاهلي ما بيستهترش، انما ممكن يبقى ان انا قصرت او الحاله البدنيه بتاعتي اثرت عليا، الاجهاد اثر عليا، اثر في ادائي. نعم. انما لسه اسال حضرتك السؤال دوت، مثلا لو بتكلم على اجاي، واحد من افضل المواهب والافارقه اللي جم في النادي الاهلي كمهارات فنيه يعني، وايضا في الدوري الممتاز بدايه الدوري كان مستواه على اعلى مستوى، والان هو بقى له فتره بعيد عن مش ده مستوى اجاي اللي احنا مظبوط. هل ده سبب الاجهاد؟ اجاي ما كانش بياخد راحه خالص، وده سبب رئيسي في تذبذب مستواه. الاجهاد اللي عنده وصل يعني لدرجه عاليه جدا، فده اللي مبينه حتى الناس بقت يعني ايه مش مصدقه ان ده اجاي، ان هو ممكن الكوره يعني يتخلى عن الكوره بسهوله، او يستلم الكوره والمنافس يقدر يستحوذ عليها منه بسهوله، هو بدون فهو الحال اللي عندي اجاييه اجهاد تام. يعني كان قرار ان هو يتم اراحته من قبل الجهاز الفني كان قرار صائب؟ مظبوط. والكابتن حسام انا بحييه على كده. يعني الراحه اللي هو هياخدها ده ممكن التقاط، مش بس التقاط انفاس، ده عوده مره اخرى في المستوى. وهتشوف ان اجاييه رجوعه بعد الراحه هتلاقيه حاجه. مين تاني كابتن محتاج ان هو يستريح؟ عمرو السوليه محتاج، انه لان عمرو السوليه برضو يمكن من موسم بدايه الموسم والموسم قبليه ما كانش بيستريح، وجي فتره كده ان هو حل عليه الاجهاد قوي، كابتن حسام مريحه رجع بعدها السوليه. نعم. فالسوليه محتاج يمكن عبد الله السعيد برضو محتاج. خلي بالك الراحه دي ساعات بتبقى ممكن ما تبقاش يعني عمليه بدنيه، ممكن عمليه بتبقى تشبع، اللي انا لما ابعد عن الكوره وتوحشني ابعد عنها يوم او يومين وتوحشني، هي دي بتبقى علاج
يعني عامل مهم جدا. فممكن تكون ناحيه بدنيه او ناحيه ان هو ان انا تشبعت من اللعب، كتر اللعب. طبعا ده طبيعي في الكوره، انا لما اريح شويه بشتاق، وبعدين بشتاق خاصه لما واحد زي عبد الله سعيد لعيب مبدع، يعني دايما كان بيتقال كابتن بيليه اللعيب المبدع واللعيب الموهوب، اللعيب الجيد واللعيب الموهوب. اللعيب الجيد بتقول هو هيشوط، لو شاط فبيشوط. اللعيب المبدع اللعيب الموهوب ما انتش عارف بيعمل ايه، هيعمل ايه، هو متوقع. بيعمل غير متوقع. فعبد الله سعيد عنده النقطه دي، فبرضه حته ان هو يلتقط نفسه بيرجع للحاله الاولانيه بتاعته، حته الابداع. واحنا متعودين من عبد الله سعيد دايما بيعمل الغير متوقع، هو بيصنع الفارق حتى وان كان في تذبذب، ولكن معدل تهديفه ومعدل تمريراته الصحيحه، ويمكن هو احسن الناس اللي عندها رؤيه وتمرير في الملعب. مظبوط. طيب كابتن، بالنسبه لدخول صالح جمعه مره اخرى اجواء الفريق، هل صالح جمعه عنده زياده وزن؟ انا ما اقدرش احكم، انا ما يعني عشان احكم على الوزن لازم يكون لازم رقم لازم ابقى شايفه اشوفه، انما ما اشوفش في التلفزيون. اصل التلفزيون ما هو انا سمعت يعني انا شفت في التلفزيون في التلفزيون في وزن، بتحس ان هو في عنده وزن ازاي، زائد الاقاويل اللي فلان وفلان والناس بتتفرج، يعني ولادي بيتفرجوا بيقولوا صالح انت يعني صالح جمعه وزنه زي. فالتلفزيون مش هو الاساس، الملعب. انا ما رحتش مثلا، يمكن كنت النهارده في النادي بس ما حضرتش تمرين فما شفتش، فمش قادر اقول ان هو وزنه زايد ولا مش وزنه يعني زايد. يعني هل مثلا ممكن يبقى العضله ضخمه مش وزن، مش زياده دهون يعني؟ وارد. لا، هو العضله ضخمه ملهاش علاقه بالوزن، انما الوزن دوت بتبقى دهون. وبعدين وزن لاعب الكوره الوزن المؤثر عنده بيبقى في الجناب وبيبان من الوش. يعني طبعا الخدود دي هي اللي بتبين. الكابتن جوره الله يرحمه يبص على يعرف انت في وزن في الجناب ولا مفيش، من الوش، من الوجه. فانا مش قادر اقول لك ان صالح في وزن زايد ولا مفيش، بس لا خلاف ان صالح جمعه لعيب. بل حسيت ان هو مشتاق مره اخرى انه يعود داخل اجواء الفريق في الكام دقيقه اللي لعبها في الماتش اللي فات امام وادي دجله. يعني مفيش شك، ما بفتكرش ان في لاعب بيتمنى انه يخرج بره الفريق، اي لاعب، وخاصه لما يكون لعيب كوره. انا بتكلم على انطباع حضرتك الشخصي، على حضرتك يعني لاعب كبير ومدرب كبير، فاكيد ليك انطباع. هو انا يعني انا لاحظت ان هو عايز يخش، وعايز يخش بقوه، لان صالح مش بتاع التحامات. انا لقيته بيلتحم وبيعمل تاكلينج، فدي يعني حاجه جديده جديه. وانا يعني اتمنى من صالح جمعه بالموهبه اللي عنده، ربنا مديله موهبه مش مديها لحد تاني. فدي فرصه، ولعيب الكوره فتره ما يقدرش يلعب طول العمر. وبعدين مش عايزين صالح انه هل صالح جمعه لديه فرصه لان يكون نجم شباك وان يعود مره اخرى لقلوب الجماهير؟ بدون شك، انا يعني ابصم بالعشره عليه بدون شك. يعني طب هو محتاج ايه كابتن عشان يوصل له؟ يعني محتاج يجتهد. الاجتهاد هو السبيل للوصول، يجتهد اكتر. وكل لما بوصل باجتهادي لازم ازود اجتهادي، ما الاجتهاد دوت ملوش حد معين، اني دايما بجتهد للاحسن للاحسن للاحسن. صالح عنده جميع المقومات، محتاج الاجتهاد والاجتهاد والاجتهاد. كون ان يكون في منتخب مصر دي وفي النادي الاهلي، دي طبعا دافع كبير ليه جدا ان هو يجتهد. هو عامه النهارده صالح جمعه كان اكتفى بالتدريبات التاهيليه بالجري حوالين الملعب لانه عنده اصابه في كاحل القدم، هو وايضا ومؤمن زكريا نفس الشيء كانوا بيعملوا نفس التدريبات التاهيليه، نفس الشيء دخل فيه سعد سمير مدافع فريق النادي الاهلي اللي داخل مره ثانيه صاله الجيمنيزيوم تحت اشراف الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل.
باكامان اللاعب الجنوب افريقي دخل التدريبات الجماعيه في لقاء اليوم، وكان عماد متعب كان خضع لفحص طبي علشان كان تم غيابه عن المران بسبب وجود نزله برد. كابتن حمدي، هل وجود باكاماني وسرعاته وامكانياته الفنيه هل اضافه كبيره للنادي الاهلي؟ بكل امانه باكاماني لعيب سوبر، يعني لعيب فوق الوصف، سن صغير جدا، يمتلك سرعه ومهاره، بس هو محتاج الاستمراريه في اللعب. ما هو في لعيب محتاج يلعب كتير، محتاج في لعيب لما القعده بتاثر عليه، بتأثر عن بتاثر على مستواه، بتاثر على تفكيره، بتاثر على نفسيته. باكاماني امكانياته عاليه جدا جدا جدا، احنا بنتكلم على 21 سنه، مش بي 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 بالمهاره دي وبالسرعه دي وبالامكانيات دي. طب يحتاج قد ايه وقت يا كابتن عشان يحجز مكانه كاساسي؟ محتاج يلعب. يعني كم ماتش ونحس ان باكاماني لا غنى عنه؟ يعني انا لو يعني لعب ماتش كامل هتحكم عليه وتقول انت مش هتقدر تستغنى عنه. ماتش كامل بثقه كامله. ما هو في فرق برضو، اللعيب لما واخد الثقه ان هو نازل، ان هو في اهتمام، في تحميله المسؤوليه، يعني كيانه بيحس بيه، بتلاقيه. وفي ممكن يكون في لعيب يعني ما عندوش الثقافه دي، ان هو لعب زي ما لعبش، لعب اساسي او لعب بتاعه هو، ودي يعني من النادر، مش موجوده في النادي. انما باكاماني انا ده رايي اللي انا بقوله وشفته يمكن من اول مره، لعيب امكانياته هايله جدا 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 جدا. طب كابتن حمدي، ماذا يحتاج النادي الاهلي من تدعيمات في انتقالات يناير؟ هل النادي الاهلي محتاج الى راس حربه؟ هل محتاج الى قلب دفاع؟ هل محتاج الى لاعب وسط؟ يعني ايه ابرز المراكز النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك يحتاج ان هو يدعم؟ احنا طبعا يعني اللي هو الواضح وشايف ده من وجهه نظري الشخصيه مش العمليه. نعم. العمليه انا لا اتدخل فيما لا يعنيني، عشان كده قلت من وجهه نظرك. يعني لا يعني يطلب، انما وجهه نظري الشخصيه اللي انا شايفه، احنا يعني حته المساك قلب الدفاع لازم واحد. لازم يكون فيه المكان ده، على انت باصص على بعد 5 سنين. نعم. فلازم يكون فيه تدعيم. بس هو طبيعي يا كابتن بيبقى فيه 4، يعني اكثر من 4 مش موجود كتير، يعني على مستوى العالم. يعني ما هو احنا حظنا وحش. وحجازي احترف وده، وخلي بالك في ناس كتير بيقول لك النادي الاهلي مشى حجازي وباع حجازي. الكوره كده، هي الكوره، استثمار الكوره والفرق العالميه والفرق الكبيره، مفيش حاجه اسمها انا محتاج دوت، في حاجه اسمها استثمار. برشلونه واقف على نيمار، ما هو باع نيمار ومتصدر الدوري. نعم. فطالما عندك انت نادي كبير ببيع، من السهل زي ما ببيع زي ما اقدر اجيب واعمل تاني. فالمكان دوت محتاجين فيه تدعيم، لان برضو العدد اللي فيه مش كفايه، خاصه ان ايمن اشرف ما هو مش قلب دفاع. تجربه اللاعب السوري نجحت في الدوري المصري يا كابتن؟ انا مش عايز اتكلم على ككل، مش بتكلم انا بتكلم ككل. هل في لاعب سوري حضرتك حاسس ان هو في الدوري المصري بقى اضافه قويه وصفقه؟ هو مين اللي انا يعني اللاعب السوري اللي بيلعب في الملعب؟ انا شايف اللي هو الباك ليفت بتاع الزمالك اللي بيلعب فقط، العجان، مؤيد العجان بس. نعم. طب انا يعني مثلا، هل مستوى مؤيد العجان مش موجود عندي في مصر؟ انت حضرتك شايف ايه؟ موجود. فانا عشان كده في الاول قلت لك انا يعني الموضوع السوري مش عايز يعني اتكلم فيه، لانه مش شايف ان في ايه، مش في ما كنت ما كانش في يبقى في اضافه. يعني حضرتك شايف ان لو هتعاقد مع لاعب ايا كان بقى، كان سوري او غير سوري، يعني لاعب اجنبي محترف، لازم يكون على اعلى مستوى، يكون سوبر. مفيش شك، انت بتتكلم النادي الاهلي،
لازم اجيب اللعيب السوبر، انا مش جاي مش هجيب لعيب لسه هعلمه ولسه هربيه ولسه هصرف عليه، انا جايب لعيب علشان اجيب بيه يساعد النادي في بطوله، في رواج اسم النادي. فطبعا اي لعيب اجنبي لازم يكون سوبر رقم واحد، صانع يصنع الفرق، ما يبقاش كمالة عدد او يبقى اهو موجود. طيب بالنسبه للمركز المساك او مركز قلب الدفاع، حضرتك تفضل ايه مواصفات لاعب قلب الدفاع اللي يكون موجود في نادي بقيمه النادي الاهلي؟ بص، قلب الدفاع مكان حساس جدا، لانه يعتبر اخر خط واول خط بالنسبه للجون، لانه هو بدايه هجمه. نعم. واجباته ومتطلباته سهله جدا وصعبه جدا، يعني تركيبه فيها مشكله، فيها تناقض الى حد ما. انما برضو من المراكز السهله جدا ان انا اقدر اصنعها واعملها، مش صعبه، خاصه ان الكره دلوقتي صناعه اكتر من الموهبه. الموهبه بتروح، الصناعه دخلت فيها كتير. يعني المكان اولا جسمانيا مهم جدا، طول مهم جدا فيه، يعني مهما كنت اجيب لعيب كويس وفاهم او قصير برضه صعب. هل يشترط ان قلب دفاع النادي الاهلي يكون بيلعب كوره كويس، يعني بيعرف يباص بشكل كويس، بيعرف يبتدي هجمه، ولا مش مهم هذا الامر؟ والله هي مش اساسيه، هي يعني متاخره، مرحله متاخره، انما الحاجه الوحيده اللي هي فيه ان هو رؤيه، ستارت بقرار، لان قلب الدفاع دوت ياخد القرار، وطالما خد القرار سبق خد القرار يبقى هو صاحب المبادره، استنى بقت مشكله. الهدوء دوت، يعني مفيش تهور، لان التهور في المكان دوت بجول ببطاقه حمراء. كابتن حمدي، في نهايه لقائنا عايز كلمه من حضرتك لجماهير النادي الاهلي. انا مش عايز الجماهير تقلق، النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا ماشيين في الطريق الصحيح، والنادي الاهلي عمره ما خذل جماهيره، ومش هنخذل جماهيرنا ابدا. انتوا اصبروا وان شاء الله، يمكن زي ما بيتقال ان من الدور الثاني يبقى في دخول جماهير النادي الاهلي، الجماهير للمباريات، ودي انتوا هتبقوا دافع كبير جدا للعيبه، وان شاء الله تبقوا دافع كبير للعيبه برضو في التمرين في استاد التتش، وخلي في ثقه كبيره جدا 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 في اللعيبه بتاعتكم. كابتن حمدي، شرفتني ونورتني، واشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا متشكر ليك جدا للحلقه الجميله دي. ربنا يخليك يا فندم. لسه هنستمر مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل نستقبل ضيفي كابتن مصر النادي الاهلي ورئيس اتحاد الكره الاسبق كابتن عصام عبد المنعم. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي.